سبحان الله. الوالد سيد ود سيد هاشم السيد احمد رفاع الوزير والنائب شيخ الطريقه رفاع الصبي كان من طبع الوفاء، وهذا موضوع مجموعه اوراد طريق البرهان التسوق الشاذليه. الوزير النائب شيخ الطريقه رفاع الصبي هو وصديقه يشوف كل كتبه ما ينسى الاصل، هو طابعه يوسف احمد جمال شيخ الطريقه البرهانيه الدسوقيه، وهني ولد جمال قبره هني يم قبر الوالد، وهذه طريقه شريفه، وهذا الشيخ اسمه الشيخ محمد عبد البرهاني. سبحان الله وينه؟ يا رب يا رب يا رب. البرهاني البرهاني، ايوه هذا هو من اهل السودان، شوفوه يا رب. المهم خاتم الصلوات اخترت لكم، اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انت السلام منك السلام واليك ارجع السلام، فحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه تدارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت. سبحان الله طريقه شريفه، وهو ابو يعقوب الرفاعي اختارها، وهذا الكتاب من كنوزها، وهذا موقعه، وانتم ان وينكم تكونون من خلفائه. مدد مدد قولوا امين. والشمس تشهد عليكم، غابت قابل القمر يا ابن عمي، هذيك القمر موجود، الشمس غابت ولكن القمر موجود. الله اكبر كبيرا، سبحان الله بكره واصيلا. ليله الجمعه كان ابو يعقوب الرفاع يقول اكثروا من الصلاه عليه بالليله الغراء يوم الاغر. انتم شهود الله في الارض يا صوفيه وغيركم.